ضمت قوات البحرية المعاصرة أنظمة معلوماتية عالية التقنية كوسيلة للمحافظة على العنصر الحاسم في الحرب الشاملة وفي الحفاظ على السلام. كما أحدث بروز السفن الحربية المدرعة ثورة في الحرب البحرية منذ أكثر من قرن، أحدثت القدرة الحالية على رؤية السفن من وراء الأفق ثورة بدورها أيضا. وتقلل الاتصالات السريعة من المسافات الشاسعة في المحيطات، ويرافق أنظمة الاستخبارات الحديثة أنظمة أسلحة ينسق بينها الكمبيوتر. ويؤمن تطبيق هذه التكنولوجيا لسلاح البحرية قدرات في القتال لم يسبق لها مثيل. مع ذلك أصبح وفي سبيل الدفاع تستخدم القوات البحرية تدابير مضادة عالية التقنية بالإضافة إلى أنظمة قيادة وأسلحة قوية مضادة للصواريخ. على السفن الحربية أن تكون مميتة وغير مرئية تقريبا، وعليها أن تكون مستعدة لعرض قوتها ورايتها إذا دعت الضرورة لتمنع الأعمال المعادية قبل حدوثها. وعلى قوات القرن 21 البحرية أن تكون متعددة المهارات. فانضموا إلينا لنشاهد قوة إطلاق النار الجديدة المهلكة والتكنولوجيا المعقدة في سلاح البحرية المعاصر العالي التقنية. طوال سنوات وعلى ساحل ولاية كاليفورنيا اتجه مركب كبير غريب إلى البحر ليلا بعيدا عن عيون وكالات الاستخبارات الأجنبية المراقبة. وكان داخل هذا المركب سفينة حربية لا مثيل لها في العالم، فبلونها الأسود القاتم وشكلها الهرمي غير المألوف قامت هذه المركبة بمهمة تجريبية سرية تحت غطاء الليل، ولم يتم كشف النقاب عن لغزها إلا حديثا. هذه هي سي شادو، وهي سفينة اختبارية مهمتها البحث كي تجعل المركبات البحرية غير مرئية في الرادار. تذكرنا سي شادو بأول سفينة حربية مدرعة، وهي السفينة المدرعة فيرجينيا. وبينما تختلف مهمة هاتين السفينتين كل الاختلاف، يتعمق الاختلاف بينهما أكثر بكثير من شكلهما المثلث الذي يؤمن الحماية. فقد كانت جوانب السفينة المدرعة ذات زوايا كي تحمي السفينة من قذائف المدافع، بينما جوانب سفينة سي شادو ذات زوايا كي تحميها من أجهزة الإحساس الإلكترونية العدوة. تركزت الحرب البحرية دائما على إيجاد العدو، وليست هذه بالمهمة السهلة. وبقدر ما تبدو هذه السفن ضخمة، فهي لا تتعدى النقطة في بحور العالم الشاسعة. وفي هذا القرن أحدثت ثلاث تكنولوجيات ثورة في الحرب البحرية، وهي الغواصة وحاملة الطائرات والرادار. الرادار هو العيون الإلكترونية لسلاح البحرية، إذ يمكنه أن يرى مسافات كبيرة تتخطى بكثير مدى البصر البشري. لكنه سيف ذو حدين، فقد يساعد سلاح البحرية على العثور على عدو، لكن بطريقة مماثلة يمكن التقاط إشارات الرادار، مما يعرض السفينة التي تستعمله للخطر. أصبح الرادار أكثر أهمية في الحرب البحرية مع ظهور الصواريخ الموجهة في الخمسينات، فلا سلاح يهدد السفينة الحربية المعاصرة أكثر من الصاروخ المضاد للسفن. ظهرت أولى الصواريخ المضادة للسفن في الحرب العالمية الثانية، كما ظهرت الأسلحة الألمانية الموجهة بالأشعة، لكن الأسلحة السابقة كانت بسيطة وثقيلة وبطيئة، ولم يكن بالإمكان إطلاق الصاروخ إلا من مجال يسمح برؤية السفينة المعادية مع إدارة الصاروخ باستعمال مقبض تحكم بسيط. ومع حلول الستينات سمح بروز الإلكترونيات الصلبة بحدوث ثورة في تصميم الصواريخ، وهكذا كان بالإمكان تحديد موقع الأهداف من مسافات بعيدة جدا باستعمال الرادار أو أجهزة إحساس إلكترونية أخرى. وحالما يتم تجهيزه يوجه الصاروخ نفسه إلى الهدف. أما الصواريخ الحالية المضادة للسفن كصاروخ هاربون فهي صغيرة جدا، ومن المستحيل تقريبا أن يراها العدو حتى إلكترونيا،
إلا عندما تقترب كثيرا من هدفها. في المعارك بين السفن الحربية أصبحت الصواريخ الموجهة السلاح المختار، وهذه الصواريخ الصغيرة الحجم تستطيع السفينة أن تحمل منها العشرات، كما تجعلها شدة دقتها ونسيفة رؤوسها القوية في غاية التدمير. وبالتأكيد حولت الصواريخ الموجهة سلاحين تقليديين إلى سلاحين من الطراز القديم. أول هذين السلاحين هو التوربيد الذي كان سابقا بلاء الحرب البحرية، أما ثانيهما فهو مدفع السفينة الذي أصبح الآن من الإضافات الثانوية في تصميم السفينة الحربية. في سبيل البقاء في معركة بحرية معاصرة يجب العثور على طريقة لإخفاء السفينة الحربية عن عيني الرادار اللتين تريان كل شيء، ويدعى هذا التنكر التسلل، وقد أصبح مفهوم التسلل معروفا لأول مرة في الثمانينات، فكان يحمي الطائرات من هجوم الصواريخ عليها. لكن الآن ظهرت آثار تكنولوجيا التسلل على كل تصاميم السفن الحربية الحديثة. وفي عصر الرادارات القوية والصواريخ المضادة للسفن والبعيدة المدى، كل ما من شأنه أن يخفي سفينة فهو مهم جدا لبقائها في المعركة. تشير عبارة التسلل إلى مجموعة متنوعة من التقنيات، من الرادار إلى أجهزة الإحساس الإلكترونية الأخرى. ولكن لا يعني ذلك أن السفينة تصبح مخفية عن الرادار، بل ذلك يجعلها أقل ظهورا بكثير، وللقيام بذلك طرق عدة. وقد تأثرت تصاميم السفن الحربية الحديثة في سلاح البحرية الأمريكي بهذه الدروس تأثرا عميقا، فقد غير مصممو المدمرة بيركي أشكال أجزاء السفينة التي فوق سطحها الرئيسي لتخفيض رؤية الرادار لها. وتحوي السفينة أيضا أنظمة حرب إلكترونية مميزة لتشويش رادار صاروخ قادم صوبها، فيمكنها إطلاق أشراك حربية إلكترونية تبعد الصاروخ عن السفينة. وإن لم يكن بالإمكان تحويل الصاروخ عن هدفه، يمكن قطع طريقه بواسطة صواريخ دفاعية أو أنظمة أسلحة كسلاح MK-50 فالانكس. نرى الآن أنه ليس على السفن الحربية مساحة قدرها 90 درجة، فكل شيء خارج عن النظام قليلا، ومن البديهي أن ذلك لتخفيف انعكاسية زاوية الجسر. فأحد العناصر الأكثر ظهورا للرادار في سفينة سطحية هو شيء بسيط كالسكك على طول جانب السفينة، وأي شيء نفعله لتخفيف ذلك سيكون مهما. وهذه مساحة مهمة بالنسبة إلى السفن السطحية، لأن أعظم تهديد لها ما زال الصاروخ المضاد للسفن والمنطلق من الجو أو من الأرض، فهو غالبا ما يبقى موجها بالرادار. تحاول تصميمات جديدة تخفيف عدد النتوءات على ظهر السفينة الحربية، فحتى النتوءات الصغيرة تعكس موجات الرادار وتجعل السفينة أكثر ظهورا أمام العدو. وإحدى أولى السفن المصممة بمفهوم التسلل هي الفرغات الفرنسية لافايات، فقد تم صقل شكلها بعناية لتعطف إشارات الرادار بعيدا عن الوجهة التي تأتي منها، كما أن مساحات متعددة منها مغطاة بمواد خاصة تمتص طاقة الرادار وكأنها إسفنجة، فتمنعها من الانعكاس والعودة إلى العدو. فأصبح التصميم أملس وأنيقا، لكن ميزاته الحسنة الحقيقية ليست كلها بارزة للعين المجردة. فالتصاميم الحديثة تتضمن أيضا تكنولوجيات تصميم إضافية لتخفيف الخصائص الأخرى الظاهرة، مثل إشارة حرارة السفينة بالأشعة ما تحت الحمراء. أظن أن طبقة لافايات الفرنسية هي أحد الأمثال الأكثر تطرفاً عن التسلل في سفينة حربية عاملة موجودة حالياً، وقد تمادوا إلى حد وضع تثبيتات عمل أخرى داخل بدن السفينة.
بالإضافة إلى إدخال التعديلات الكثيرة على هيكلها، وأهمها إلغاء الخطوط الحادة في شكلها، مما يمكنها من أن تصبح غير مرئية في عيون الرادار. إن النموذج الأكثر فعالية في التسلل حاليا هو سفينة سي شادو، التي تم تصميمها لتحدد إلى أي مدى يمكن أن تصل تكنولوجيا التسلل في سفينة. إنها تشبه كثيرا جدا الطائرة المقاتلة المتسللة F-117، فجوانبها ذات الزوايا مغطاة بمواد ممتصة للرادار، مع زوايا متطرفة تجعل من الصعب للرادار أن يحدد موقع هذه السفينة أو أن يتقفى أثرها. تحاول الحماية من إشارات الرادار، وتحاول الحماية من الأشعة تحت الحمراء، وتحاول الحماية من الصوت، وتحاول الحماية حتى من الأثر الذي تخلفه سفينتك وراءها. فالماء موصل جيد لكل أنواع الطاقة، لذا عليك تخفيض هذه الإشارة إلى أقل حد ممكن. في سبيل المساعدة على الحماية من إشارات الطاقة، تستخدم سفينة سي شادو أو ظل البحر بدنا غير تقليدي على الإطلاق، وهو تصميم بدن القطمران. مهمة بدن القطمران في سفينة سي شادو تخفيف إشارات سمعية معينة تجعل السفن الحربية التقليدية مكشوفة أكثر للعدو. لا أرى أن ظل البحر سفينة حربية حقيقية، فلا شيء على متنها. وإن أردت التسلل ليلا نحو البر، يمكنك تصور سفينة ظل البحر مقتربة من الشاطئ بهدوء كبير، لكن المشكلة هي أنه مع انبلاج الفجر تصبح مرئية. إن سفينة سي شادو بنيت كتصميم اختباري وليس كسفينة حربية فعلية، فهي لا تحمل أسلحة ولا تتعدى مهامها حدود البحث في تكنولوجيا التسلل لدى المركبات البحرية. أما جيل السفن الحربية الحالي الذي يضم تكنولوجيا التسلل، فيستعمل معظم أدوات سفينة ظل البحر، ويمكن إنشاء عدد صغير من السفن الحربية الخاصة على أساس تصميم ظل البحر، حيث يقصد منها تأمين تسلل مجموعات المغاوير إلى الشاطئ. ويتطلع سلاح البحرية الأمريكي أيضا إلى فئة جديدة من السفن المطلقة للصواريخ والمدعوة أرسنال، كي تمد الجسور فوق الهوة بين تصاميم السفن الحربية الحالية وبين سفينة سي شادو البعيدة في المستقبل. إنها بالفعل فترة مثيرة، لأنه حاليا يتم صنع السفن من خلال مفهوم التسلل، وإن سلسلة كبيرة من الأسلحة والقدرات كالتوماهوك والأسلحة الموجهة بدقة التي يتم شحنها والصواريخ ذات الدفع الذاتي المضادة للتكتيك تعطي السفينة سلسلة واسعة من الأدوار والقدرات، كما أنه لدينا مهام جديدة، وكأننا فجأة نمر في تغيير كبير. والتغيير في الحرب البحرية الآن هو درامي بقدر ما كان ذلك في أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر، عندما تم التوصل إلى وضع الحديد على جانب السفينة، فأحدث تغييرا كبيرا.